البرنامج كان كبير قوي، وكل وزارة زي ما انت بتشوفه بتتكلم في 1.2 و1.3 و1.8 تريليون جنيه. طب برضو الرقم اللي بيتجاب ده اللي بيتقال من الوزير او من الحكومة لما نجمع الرقم دي كلها ويبقى 9-10 تريليون جنيه، احنا هنجيبهم منين؟ هنجيبهم منين؟ ما هو انت لو عندك عوايد بزيادة هتجيب. اللي قبل كده كانوا بيخبوا الحقيقة عن الناس او مش ما بيقولوش. انا لا ما بقولش، انا لا قلت لازم اقول للناس كل حاجة لان الناس واعية قوي، ودي بلدهم مش بلدنا، دي بلدنا كلنا وكلنا مسؤولين عنها. عشان تطرع القطاع ده وتصرف لك عليه تريليون ولا اتنين عشان ترجعه للخدمة تاني، طب انا بقى اخش في أزمة تاني للأشرار اللي عايزين يخربوا البلد، وعارفين ان كل حتة بيستهدفوها تعمل كارثة كبيرة لمصر، مش لسنة واتنين، لا والله 40 و50 سنة. ليه؟ دي احنا من غير حاجة دلوقتي بقالنا 10 سنين بنعالج خلل حصل في 2011 و12 و13.